نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. حزب الجماهير الوطنية يحذر من خطورة العبث بالسلم المجتمعي في سامراء ويؤكد دستورية انتخابات مجلس المحافظة. محافظ صلاح الدين يتابع ميدانيا عمل الدوائر الخدمية، و75% من شوارع تكريت مضاء حاليا. اللامي يؤكد أن ضحايا الصحفيين العراقيين ضد الإرهاب فاقد زملائهم في الحرب العالمية الثانية. هجرة جماعية للكوادر الطبية من العراق بسبب التهديدات بالقتل والملاحقات العشائرية. شكرا على حسن المتابعة، ودمتم في أمان الله. في أمان الله.